ياو، السلام عليكم دراري ودريات، معكم إير باترون. فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ما كنتش غنديرو، ولكن فاش كثرت الهضره عليه وكلشي كيسولني على رايي فقررت نعطي رايي في هذا الشيء كامل. والزعما فعلا 69 سرق اغنيه من البنج، وحتى الا كان سارقها واش البنج غيتعوض عليها ماليا؟ زعما هو 69 ممكن يعطيه فلوس كتعويض، وكذلك واش ممكن تحيد الاغنيه ديال 69 حيت مسروقه؟ ولكن بلاتي واش فعلا سارقها البنج ولا غير الهضره؟ على اي حال هاد التساؤلات غنجاوب عليهم في هذا الفيديو، وكنصحك تكمل الفيديو حتى الاخر ومن بعد عاد تعطي رايك في الموضوع. وقبل ما نبدا الفيديو الخوت، بغيت نوريكم واحد رابر مغربي سميتو نيفاريو، واللي مؤخرا لاح واحد الفيديو كليب سميتو على ما بغيتيش. وفعلا على ما بغيتيش تسمع هاد التراك وتشوف الكليب. طبعا انا سمعت التراك وفعلا تراك زوين ويستاهل سيبورت. هاد الاغنيه واللي كيغني فيها ايغو تريب، وفي نفس الوقت كيغني على حياته والحياه في المغرب. خرجنا خايبين كما كنفهموا راهم اللي بغاو، بقاو كل الخيط خرجنا كنتعاقبوا بارا بابا. تيكيه تيكيه حنا اللي كنافيكيو، نواي نواي والفونا قاما نتواو. وكيف ما سمعتوا تراك نقيو ديال تشد به ستون. المهم الا عجبك التراك وبغيتي تشوف الكليب ديال نيفاريو، غادي تلقى الرابط ديالو في صندوق الوصف. قبل شهر تقريبا 69 نزل اغنيه جوبه واللي وصلت لك اكثر من 350 مليون مشاهده، ولكن من مور اسبوعين كلشي كيتصدم بخبر حد فيها من طرف اداره اليوتيوب بسبب الكوبيرايت بطبيعه الحال، بحيث ان واحد المنتج من كينيا سميتو ماجيكس انغا طالب بحث فيها من بعد ما تبين ان البيت الاغنيه مسامبلي من واحد درامز كيتس ديالو. ولكن راه خاصكم تعرفوا بلي ماشي البيت كامل اللي مسروق، بل غير واحد الساوند افكت واللي هو صوت عضه القرش في البديه. من بعد تم حل المشكله بحيث ان 69 صيفط لذاك البرودوسر 9000 درهم كتعويض. وكيف ما شفتوا الخوت وباش تعرفوا بلي اليوتيوب ما كترحمش في بحال هاد الاشياء، لانه غير حاجه صغيره مستعمله بدون رخصه المالك ممكن تحذف. وهنا غادي نرجعوا للبنج. البنج محبوب والملايين، واللي فاش تم صحه تراك تقوبه بسبب داك البرودوسر، البنج حط ستوري وقال فيها الكوبي رايت لا يرحم، ونادو دي باج نسبوها للبنج. وهنا بالضبط لا رجعتي لهاد الحلقه غتلقى كلشي كيقول لي في الكومونتيرات خويا واش البنج بصح مسح 69 تراك برو، ماذا بحق الجحيم. ولكن انتظروا، هنا فين غيوقع قانون الجذب؟ هي ما فيا اللي يشرح، ولكن بلاتي نشرح. قانون الجذب ينص يعني قانون الجذب الفكري على ان مجريات حياتنا اليوميه او ما توصلنا اليه الان هو ناتج لافكارنا في الماضي. زعما بغيت نقول لكم بلي البنج حط ديك ستوري ودوك لي باج نسبوا له الحد في دقوبه، ومن بعد باسبوعين 69 نزل اغنيه ترولز مع نيكي ميناج، وتال هنا كلشي مزيان. ولكن الا سمعنا واحد المقطع منها غيجينا كيشبه لواحد الاغنيه ديال البنج. صاو كيف ما سمعتوا غادي يبان لكم واحد التشابه، ولكن للتصحيح فراه ماشي التراك كامل اللي مسروق بل غير التوب لاين. وشنو هي التوب لاين اسيدي؟ هي فاش كتطلق انستري وكتبقى تهايبي عليه وتكري ميلودي فوقه بحال هكذا مثلا. ومن بعد كتشد هاد التوب لاين وكتكتب عليها كلمات. طبعا كاين بزاف الطرق للشرح، ولكن كنظن ان هذه هي اسهل طريقه باش كلشي يفهم. صو باش نعرفوا واش بصح 69 ناقل من البنج غنشوفوا ثلاثه الحوايج، واللي هما غوست توب لاينرز، تقارب الافكار، والصدفه. واول حاجه غندويو عليها وهي الغوست توب لاينرز. طبعا كيف ما كاين الغوست رايترز كاين الغوست توب لاينرز، وطبعا عاوتاني الغوست رايترز هما الاشخاص اللي كيكتبوا للروابا الكلمات، اما الغوست توب لاينرز هما الاشخاص اللي كيكونوا كيحطوا التوب لاينز للروابا. يعني ممكن يكون شي غوست توب لاينر خدا داك التوب لاين من البنج وحطه في التراك 69. ممكن كلشي ممكن، حتى كلشي ممكن اصاحبي. اما بالنسبه لتقارب الافكار فممكن يكون طاحت عليهم نفس التوب لاين، ونفس الشيء بالنسبه للصدفه واللي تقدر تكون جات غير صدفه. وبطبيعه الحال انت اللي كتفرج في هذا الفيديو خاص يكون عندك راي، سو هبط دابا للكومونتيرات وقول لي واش الصدفه ولا تقارب افكار ولا الغوست توب لاينرز هما السبب.
اما بالنسبه للبنج بخصوص هذا الشيء فبامكانه يرفع دعوى قضائيه على 6ix9ine بخصوص هذا البلان وممكن يتعوض كذلك وكذلك فممكن لا لانه ديما كيوقعوا هذا البلانات ما بين الروابط في امريكا والقضاء ما كيحكم بوالو ولكن الله اعلم نشوف شنو غيوقع من بعد. المهم الخوش وصلنا للنهايه. لا عجبك الفيديو هبط دابا دير ليا واحد لايك وكذلك الا كنتي اول مره كتشوفني هبط دابا كليكي سبسكرايب وفعل الجرس وضروري تفعل الجرس حيت مؤخرا عندي مشكل مع اليوتيوب ما كتصيفطش نوتيفيكاسيون لبنادم حيت ما مفعلش الجرس وفعل الجرس وايضا ما تنساش تكتب ليا شي كومونتير زوين ولا تصحح ليا شي حاجه قلتها غلط. كان معكم ال باترون بيس. سو دابا الخوش غنديروا السحب على المسابقه اللي وعدتكم بها ونظرا لضيق الوقت انا حطيت رابط الفيديو وتحسبوا التعليقات. سو دابا غادي نكليكيو على راندوم لي بيك وينر وغادي نختاروا 5 فائزين. حسام تيب مبروك عليك اخويا حسام وندوزوا للفائز الثاني. يس فري فاير مبروك عليك وندوزو عاوتاني الفائز الثالث. طبعا الخوش تشوفوني كنجرب حيت لحقاش نظرا لضيق الوقت وما خاصش يجي الفيديو طويل. نو بان نو كان الفائز الثالث ياسين ار اش مبروك عليك خويا ياسين. الفائز الخامس انا كلشي تنسميه الفائز الثالث. الفائز الخامس هاجر لويز مبروك عليكم الخوت. المهم هادو هما 5 فائزين اللي اختارينا وبالنسبه للناس اللي ربحوا فخاصكم تواصلوا معايا بالايميل اللي في هاد لاشين باش نقدر نصيفط لكم الجوائز ديالكم وكالعاده ضروري غنبوستي من بعد صور على ان الفائزين استلموا الجوائز ديالهم. بيس